خير واهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. حلقه جديده والسادسه بدايه. الحقيقه قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، انا وزميلتي ساره اسمحوا لي الحقيقه باسم كل العاملين في قناه النادي الاهلي نتوجه للشعب اللبناني بخالص التعازي والمواساه الحقيقه نتيجه حادث الحقيقه الامس اللي مش بس هز قلب بيروت، لكن الحقيقه هو هز كل الدول والعواصم العربيه. ويمكن اللي يشوف ويتابع مش بس وسائل الاعلام المصريه، لكن حقيقه كمان ردود الافعال على السوشيال ميديا وقد ايه الحقيقه هذا الحادث تسبب في الم كبير جدا عند الشعب المصري، يدرك تماما عمق وقوه الروابط اللي بتربط بين المصريين واللبنانيين. ازمات كتيره جدا الحقيقه، ازمات سياسيه، ازمات اقتصاديه، ازمه الكورونا، وامبارح تفجير الامس بيزيد من معاناه لبنان. لكن الحقيقه كلنا ثقه انه الشعب اللبناني قادر على تجاوز أزماته. مرة تانية خالص تعزينا لقتلى وضحايا حادث تفجير الأمس، وطبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل لألاف من المصابين الحقيقة اللي أصيبوا نتيجة الانفجار. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة زي ما أحمد قال بالظبط، بالرغم من حماسنا بقالنا فترة وتحضيراتنا لعودة النشاط الرياضي من جديد، سواء في مصر والدوري المصري اللي هيبدأ بكرة أو في العالم والتشامبيونز ليج، ومستنيين مزيكة التشامبيونز ليج من تاني أحمد، لأنه الحقيقة الأحداث اللي حصلت في لبنان امبارح تحديدا في العاصمة بيروت خدت من فرحتنا دي، هزت فعلا قلوبنا زي ما أحمد قال بالضبط. خالص التعازي للبنان حكومة وشعب. والحقيقة احنا السنة دي العالم كله عاش يعني سنة صعبة جدا، نتمنى يا رب ما يبقاش فيه أي أزمات تانية على الأمة العربية كلها وعلى العالم كله بإذن الله. لكن لبنان بالذات سارة ليها مكانة خاصة جدا في قلوب المصريين طبعاً. اللي راحوا واللي زاروا واللي تعاملوا مع الشعب اللبناني، واللي عارف قد إيه هو بيحب الشعب المصري، واللي عارف قد إيه إنه في شبه كبير جدا في الروح وفي الثقافة وفي التاريخ بيجمعنا بين الشعب المصري واللبناني تألم، وكما لو أن الحادث ده حصل لقدر الله طبعا على أرض المصرية. مرة تانية الحقيقة خالص تعزينا لأشقائنا اللبنانيين.